أول 14 إنجيل رسائله. شوف تأثر من، لأن إحنا لا نؤمن أن من كتب الأناجيل تلامذة للمسيح. الأناجيل كتبت 50 سنة بعد الحادثة يا حبيبي. من الذي كتبها؟ أناس تأثروا بهذه المعتقدات الفاشلة. ولكن أنت تأتي بنصوص، بنصوص أدلة هي محرفة أصلا. فدين المسيح حرف. أنت بتقول الموضوع مش متصل. من الذي أدخل عقيدة الفداء الخطيئة الأصلية؟ إن بالله عليك مين اللي تكلم بالخطيئة الأصلية غير بولس ودين بولس المحرف؟ هناك نصوص في العهد القديم. حتى أختم، احنا عايزين نتكلم ثيولوجي، ما تلبخش كتير، تكلم ثيولوجي. هناك نصوص في العهد القديم تقول أن هذه النصوص أن لابد من الالتزام بأحكام الدين. جاءت هذه النصوص دخيلة عليها، حرفت بعض معاني هذه النصوص، يأخذونها من معانيها. أنا أعود للسؤال اللي سألته لك 30-40 مرة 50 مرة وحسأله لك تاني، مين اللي اتصلح؟ المسيح الإنسان ولا المسيح الإله؟ ما هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أخي. هو مش الموضوع دقيقة. الصليب، هو مش الموضوع الصليب. أنت بتقول لي الموضوع ده بره الموضوع وأنا فاضي الموضوع مش الصليب يا 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 يونس يا يحيى يا يحيى يا يونس، مش الموضوع هو الصليب. طب أنا بقول لك مين اللي كان على الصليب؟ أنا بقول لك مين اللي كان، أنت بتقول إنه المسيح. طب المسيح مين فيهم، الإله ولا الإنسان؟ إذا كان الإله يبقى أنت موت الإله. يا للسودة، موت الإله هو قاعد. طب لو كان الإنسان، طب ينفع أن الإنسان يشيل خطيئة البشر؟ ها ينفع؟ بالله عليك جاوب على السؤال ده يا شيخ، جاوب على السؤال ده وما تضلش أقوال. أشكرك فضيلة الشيخ كريم أبو زيد. ما زال الشيخ يعني يتهرب من جميع الأسئلة التي طرحتها عليه في موضوع المناظرة. الموضوع ليس عن لاهوت المسيح والناسوت وبولس. أنا تحديتك عن بولس، لو أردت سنعقد مناظرة خاصة وتحديتك وأنت قبلت، فإذن فلنتفق على المناظرة فيما بعد. الآن تقول لو كان المسيح لم يشبه بك لكان الرومان قتلوا كل تلاميذ المسيح. ومن قال لك يا شيخ أن الرومان لم يقتلوا كل تلاميذ المسيح؟ كل رسل المسيح وحواريه وتلاميذه ماتوا قتلا وشهداء من أجل المسيح الذي شهدوا له بأنه صلب. لماذا شاهدوه صلب؟ لأن إله الإسلام جعلهم يرون هناك المسيح مصلوب. إله الإسلام من خدع تلاميذ المسيح وصور لهم بأنه مصلوب. إله الإسلام من حرف دين عيسى وليس بولس. لم تجبني على هذه النقاط. سألتك عن نصوص قرآنية كثيرة عن موت المسيح، عن مريم، عن رسول الإسلام ماذا قال. سألتك كثير من الأسئلة لم تجاب عليها. أنت ماسك في دماغك بولس. ركز يا شيخ في موضوع المناظرة، ركز شوي. تقول أن تلاميذ المسيح كانوا سيقتلون. نعم، تلاميذ المسيح مع المسيح قتل، وأيضا تلاميذ المسيح كلهم قتلوا. ما هذا التبرير يعني البعيد عن المصداقية والعقلانية يا شيخ؟ تقول بولس قتل استفانوس. طبعا بولس قبل أن يؤمن بالمسيح كان إنسانا مفتريا ظالما، لكن بعد الإيمان، بعد الإيمان يجب ما قبله. عمر بن الخطاب ألم يكن يعني كافرا؟ جبير بن مطعم ما كان كافر؟ كل صحابة رسولك ألم يكونوا كفار ويقاتلون محمد ثم بعد ذلك آمنوا بالإسلام؟ يعني ما هذه الشبهات السخيفة يا شيخ؟ تقول الإناجيل كتبت بعد 50 سنة من الحدث. يا راجل 50 سنة تكذب التي كتبت في بعد 50 سنة وتصدق كلام أهل السلف الذين كتبوا بعد 7 قرون، بعد 700 عام، تأتي وتقولون شبه له التي في 50 سنة يا شيخ؟ هم كانوا شهود عيان وأحياء وشاهدوا ورووا الحدث كما هو. تقول الإنجيل محرف يا شيخ، اسمع ما قال عباس محمود العقاد وهو من كبار أدباء الأدب العربي عندكم. يقول عن الأناجيل كناحية تاريخية على الأقل، يقول عنها إنما الصواب إن الأناجيل هي العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ، إلى أن يقول وسواء الواجب أن يدخل في الحسبان إنها هي العمدة التي اعتمد عليها قوم هم أقرب الناس إلى عصر المسيح، وليس لدينا نحن بعد قرابة 2000 سنة عمدة أحق منها بالاعتماد. هذا كتاب حياة المسيح لعباس محمود العقاد. طبعا أيضا ابن عباس في صحيح البخاري يقول بأن أهل الكتاب يحرفونه أي يؤولونه، وليس أحد يزيل لفظة من كتاب الله، إنما يحرفونه بالتأويل. كتابنا ليس محرف، وهذا أمر آخر أيضا أنت شتته.
تريد أن تهرب يا شيخ بأي وسيلة، يعني حضرتك كالغريق المتعلق بقشاية، تتعلق بأي شيء تريد أن تهرب من الموضوع، تقول أنتم تدافعون عن اليهود. يا شيخ أنا آتيك بكلام كبيركم الذي علمكم السحر ديدات في صفحة 8 و9 من كتابه Crucifixion or Crucifixion، هل صلب المسيح أم حقيقة أم افتراء؟ يقول بالصفحة 8 و9، يقول مهمتنا نحن كمسلمين أن ندافع عن اليهود ضد كلام المسيحيين ضدهم، لأن اليهود برأهم الله من صلب المسيح. كتابك القرآن هو برأ اليهود يا شيخ، وليس نحن ندافع اليهود، أنتم تدافعون اليهود. صفحة 8 و9 من كتاب ديدات عندكم تقتبس من كلام ابن قيم الجوزية، وكلام هو كله خارج عن الموضوع. أنا أيضا أستطيع أن أتيك بأشعار رد على كلام الجوزية. يا عباد الحجار السود مسألة وجوابها سهل لمن كان وعاه، قد أرضاه الإله ما نلناه من صلبه، فبشرانا ونحن قد نلنا فداه، لم يسخطه ما فعلوه وإنما قد سامحا، والسمح بعض من قواه، لم يبقى الوجود بلا إله بل آب وروح قد حموا ملك الإله، لن تخلو الطباق السبع من رب، أب وروح قدس وابن في علاه، أقانيم تدبر حال العوالم وابن قد مدت إلى الصلب يداه. هناك أشعار كثيرة ردت على قصيدة ابن قيم، تلك القصيدة الواهنة الهشة التي يعني طفل صغير في المسيحية يستطيع أن يرد عليها. يا شيخ أعيد عليك الأسئلة، أين قال القرآن بأن هناك نفي مطلق للمسيح، نفي مطلق لصلب المسيح؟ ماذا قال محمد عن حادثة صلب المسيح؟ كيف تأخذ دينك من روايات متضاربة تؤدي إلى السفسطة كما وصفها الإمام الرازي، بينما ليس عندك خالي الوفاض مما قاله رسول الإسلام؟ ليس عندكم دليل يا شيخ، طرحت عليك أسئلة كثيرة لا تجيبني عليها، تأتي وتقول فلان قال وعلان أقال. يعني بالمناسبة أنا أريد أن أفهم منك، يعني سورة النساء تنزل في الفترة المدنية ولا يقول عنها محمد، عندك دقيقة، أي كلام؟ يعني أتعجب من هذا الأمر. أنا أسألك أيضا يا شيخ بالمناسبة، يعني بما أن جاءت سيرة الأفلام، لماذا لا تظهرون رسول الإسلام محمد، النبي محمد، لماذا لا تظهرونه في الأفلام الإسلامية كشخص، يعني كما نفعل نحن مع المسيح، يعني في الأفلام المسيحية كفيلم Passion of Christ وغيرها، يعني لماذا لا تظهرون محمد؟ يعني هذا يعني سؤال عابر أيضا من ضمن الأسئلة التي تطرحها. يا شيخ ركز أرجوك، أريد إجابات واضحة ومقنعة على موضوع المناظرة، سيبك من بولس، بولس لم يحرف، إله الإسلام من حرف؟ إلهك هو يا شيخ للأسف جعل هناك شبيه للمسيح يتحط على صليب، وتبريرك يقول الرومان كانوا قتلوهم، ما الرومان قتلوهم هيك يعني. لمشاهدة هذه الحلقة كاملة زورونا على قناتنا في اليوتيوب youtube.com/abnarabic أو بالاتصال بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة.